بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنه وانتم طيبين. موسم جديد من الحنكشه في الدوري المصري، موسم جديد وافتتاحيه جديده لنادي الزمالك في الدوري المصري. الزمالك بيقدر ان هو يكسب ام بي 2-0. الاداء والاداء الجيد والاداء الممتع للعين والمدرسه الفنيه والهندسه كارتونه مش بتاع اداء، وكلنا عارفين الكلام ده من فتره طويله جدا. وعادي يا معلم، الموضوع بيعدي. ساعات بتبقى في طفرات كده وفي اداء فرد لبعض اللعيبه بيبين ان الفرقه شكلها حلو جوه الملعب، مع ان الفرقه جماعيا مش مظبوطه قوي والموضوع موضوع فرديات. يعني مثلا كنا بنشوف الشوط الاول محاولات من ناحيه احمد سيد زيزو، محاولات الناحيه الثانيه من ناحيه اشرف بن شرقي، فرديات. اوباما بيكمل في مشواره وفي العك، سيف الدين الجزيري بيحاول ان هو يلف بالمساك ويسجل. كلها كان الموضوع عباره عن شويه فرديات. في مشكله في نص الملعب، طبعا في مشكله في نص الملعب، لان اتكلمت معاك قبل كده في حوار ان امام مش هيقدر يحل مشكله ساسي في مده قصيره. الموضوع محتاج صبر على امام ونهدى علشان خاطر الموضوع هيبقى صعب على نادي الزمالك في ظل عدم تعاقد الزمالك مع لعيب مركز 8 حقيقي. انما امام احنا هنحطه من جناح لمركز 8 لمركز 10 لشويه تاني هنلعب بيت فيندر. احنا محتاجين نصبر على امام عاشور في موضوع ربط الخطوط ده، لان الموضوع صعب عليه ومش سهل. الناحيه الثالثه بتلعب فرقه زي فرقه امبي، كابتن حلمي طولان جاي حط الفرقه قدام الجون، عندي لعيب زي دينو بيتر احطه فرويد. كنا بنتكلم احنا الفيديو بتاع ماتشين تذكر الكيني ان محمود علاء عمل ماتشين كله حلوين جدا وكويسين جدا. انا معلش بقى، انا عايز اعرف انت بتعصب ليه؟ يعني انا نفسي افهم انت كسبان 1-0 ومتعصب ليه؟ يعني معلش، يعني انت عامل لدينو بيتر حس علشان خاطر الراجل ما معهوش مساك محترم عارف يلعب عليه، انت وسعد سمير بتنجموا اي حد بتلعبه عليه، فانت جاي لي متعصب ليه؟ انا نفسي افهمك. طيب يعني انت جاي متعصب، انت مش عارف تأدي كوره يا ابني ومتعصب وعمال تزعق وتعمل وتساوي. موضوع التحكيم برضو، موضوع التحكيم عشان نتفق مع بعض كده في بدايه الدوري بالنسبه لماتشات الاهلي والزمالك، الحكام بيخافوا من الاهلي والزمالك؟ اه بيخافوا من الاهلي والزمالك. بيخافوا من الجمهور؟ بيخافوا من الجمهور. ما عندناش حكام محترمين وشخصيات قويه؟ ما عندناش حكام محترمين وشخصيات قويه. قد تكون ضربه جزاء احمد سيد زيزو اصح من ضربه جزاء اوباما اللي اتحسبت؟ قد تكون جدا، واتفق معاك ان كره احمد سيد زيزو ممكن يكون فيها كوع من فوق، انما الكوره بتاعه اوباما اللي حسبها ضربه جزاء دي حسبها عشان مش عارف هو شاف فيها ايه. يعني اوباما كان كده كده ناوي يخطص، ولو انت لعبت كوره هتبقى عارف ان اوباما قرر يخطص. وش الزمالك بعد ما سجل الهدف الاول قلنا الزمالك هينزل الشوط الثاني يحاول يدور على الثاني، بس انا لقيتك تراجعت ليه بقى؟ مش فاهم. يعني انت يعني شفت مايكل ارتيتا بيعملها في ماتش كريستال بالاس في قرارات ان انت تتراجع النهارده؟ انت بتاع فرقه زي انبي مفترض ان انت فايق بدنيا عنهم، وبيعلى عمال يطبل لك ويقول لك الفرقه بدنيا وافره رجليها وكالتيرون اساك كمدرب احمال والفرقه بسم الله ما شاء الله غطست مع البيتش. لا، وقرر يعمل ايه بقى؟ ينزل اول تغييرتين، امام هيطلع وهيرجع اوباما ويحاول ان هو يلعب بخمسه في نص الملعب، يقفل نص الملعب على قد ما بيقدر، بيرحل شويه زيزو واشرف بن شرقي لورا شويه، وبيسيب عمر السعيد في الكرات المرتده. عمر السعيد ازاي؟ طب فهمنا ده عمر السعيد ازاي؟ يعني انت عايز تلعب مرتدات؟ العب بسيف الدين الجزيري، عايز تلعب عرضيات؟ ابدا بعمر السعيد، انما انت عكست وسبحان الله يا اخي مشي. عمر السعيد سجل الهدف الثاني. يعني والله يا جماعه الكوره في مصر دي نوايا وارزاق. يعني بتلاقي ساعات موسيماني وكالترون عملوا حاجات عكس المنطق خالص، ما تسجلش يا باشا وبتمشي، وبيسجلوا اهداف اللعيبه اللي هم بيغيروهم. فيقول لك ايه؟ تغيير عبقريه وقرايه ملعب عبقريه من كالترون، مع ان الفرقه تراجعت بشكل مخيف وبشكل سيء وبشكل سلبي جدا طول ال 35 دقيقه بتاع الشوط الثاني. الزمالك شكل وحش جوه الملعب، مش الزمالك اللي هينزل يلعب على ام بي زون بعد ما سجل الهدف الاول. هتقول لي لا، كان في كوره بتاعت اوباما الانفراد اللي هو قطعها وجت لعمر السعيد، عمر السعيد رجعها له تاني، وبما حد يبقى حابب يبص لمصطفى فتحي. بص، هو بابا عادي، يعني مفترض ان بابا يشوط زي خلق الله، بس هو بابا قرر ان هو يباص لمصطفى فتحي. اما مصطفى فتحي بصراحه شايف ان هو من ايجابيات الماتش ان هو شارك النهارده وبدا ان هو ياخد وقت مع الزمالك كالترون. اتمنى ان هو يستمر، واتمنى كمان ان الزمالك يحاول يصحح في الاداء مع استمرار النتيجه. ما هو الدنيا في مصر كده، التحليل في مصر على حسب النتيجه، كسبت يبقى انت عملت ماتش كويس وقريت ماتش كويس وانت عظيم جدا وال11 لعيب عملوا ماتش كويس، مع ان النهارده محمود علاء والمسلوسي والونش كانوا سيئين جدا دفاعيا. في المقابل فريق انبي خد راحته الشوط الثاني، كان منتظر ان الزمالك هينزل يحاول يسيطر على الملعب، بس لا، الزمالك سيطر، ساب له السيطره وهو لعب. انا مرتد، انا بحب انا المرتد، كالترون كلب المرتدات، خلي بالك بيحب المرتدات قد عينيه قوي. فكابتن حلمي طولان لو وشك معاه في الشوط الثاني كان مفترض ان هو يلاقي الزمالك اقوى من كده، بس الزمالك ما كانش محضر ان هو يدار على الهدف الثاني، كان محضر ان هو جبنا الاول نجيب الثاني خير وبركه، ما جبناش الثاني عدت. ما فيش شيكا ينزل هنا يخلص الماتش او شيكا ينزل يعمل لهم اسيستات. والله والله بتفرق يا قائد. الماتش عدى على خير، الزمالك كسب 3 نقاط. عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فهي في الحالتين مش ضربه جزاء. انا قعدت ابص لها شمال يمين فوق تحت ما لقيتهاش ضربه جزاء خالص عزيزي.
فلو وصلت لحد هنا وما شتمتش فانت معلم والله، انت معلم والله. اما لو كنت منتظر ان اوباما يشوط فمعلش اترس جنب اخوك هنا، تعالى جنب اخوك هنا واعمل لايك واسبسكرايب، تعالى تعالى اوباما ناوي يشيلنا كلنا، تعالى.